لون هادي جدا مع الوان التطريز اللي فيها ماشيين جدا مع بعض. حلوه قوي دي، تلبسيها في عيد، في مناسبات، في مصايف. يعني انا اصل الفتره اللي جايه كلها افراح وسفر ومصايف، فما شاء الله الحاجات دي حلوه قوي لما تلبسيها بجد، يعني غيرتي مودك. الشمس اللي فيه منه الشانل، الشانل برضو لما نزلنا منه الشانل الناس ابتدت تسال عليه عايزين من الشكل ده. والموديل بصراحه تحفه، حلو قوي 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 قوي، انا حباه في الشانل. فتخيلوا بقى لما يتعمل منه الكبير، خلاص كلنا هنجيب بقى ما شاء الله. حلو قوي ما شاء الله، هي زي دوار كده، والشغل بتاعها خفيف على فكره، مش تقيل، مش هيضايقك. ادي الكم بتاعها استك، وزي ما احنا شايفين داير داير كده التطريز، ما شاء الله جميله جدا. والبترولي خطيره ما شاء الله، بصوا الشياكه تحفه. طيب نبص على ظهر التطريز، بصوا صعب تلاقي الخامه حلوه والفينش حلو وظهر التطريز حلو والموديلات حلوه واسعار كمان مميزه جدا. مش هتلاقيها طبعا على فكره غير عند الما اللواني، لان هو فعلا شغل مميز قوي ما شاء الله، وخاماته عاليه جدا. الخامات بتاعته انا واخده منها غسيل ولبس فعلا ما شاء الله، يعني ربنا يبارك لكل الناس اللي بياخدوا. السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن صحه وفي احسن حال. طبعا احنا موجودين النهارده عند الملواني كرداسه، ما شاء الله شويه شغل وعروض جامده جدا. يا ريت اللي مش مشترك في القناه يشترك ويفعل الجرس ويعمل لايك عشان يوصله كل الاشعارات بالفيديوهات الجديده. الفيديو بتاعنا النهارده فيديو مميز جدا، عندنا عروض حلوه قوي للمصايف والصيف. كل سنه وانتم طيبين، كل سنه طيبين، منورين الدنيا. ازيك يا احمد؟ ازيك يا بسام؟ عندنا النهارده شغل حلو قوي وعروض للمصايف، والبنات بقى العرايس الجداد، واحنا العيد داخل علينا، في شويه موديلات النهارده حلوه قوي. طيب نبدا باول موديل. انا في حاجه بس عايز اوضحها في بدايه الفيديو. بدري بدري كده اتفضل. بس احنا عندنا في الفيديو اسعار تمام، يعني انا عندي حاجات بتبتدي من 100 جنيه زي الشانيل، وانا ماشي 150 180. الفيديو كله مش ب 100 او ب 120 او ب 130 بالظبط. احنا بنفرد كل موديل وبنتفرج عليه وبنقول السعر وهننقل على موديل تاني، بس احنا بنبقى مجمعين اسعار مع بعضها. أيوة. يعني اول موديل او اثنين او ثلاثه ممكن يبقى سعر واحد، وبنزود حبه حبه لغايه ما نوصل لاخر الفيديو اللي هي القطعه بتبقى الكرب اللي المفروض دي اغلى حاجه في المحل. أيوة. يعني فالفيديو كله اسعار، يعني احنا بنقول ست قطع مش هتكلين يعني براحتك، ودي لها سعر ودي لها سعر بالظبط، واللي هنا ليه سعر، احنا ماشيين تنازل يعني. حد قال حاجه كده احنا؟ في زباين بتيجي لا اصل احنا شفنا ب 100 بيتلخبطوا، كل اللي موجود في الفيديو ب 100، لا احنا عندنا اسعار بس احنا بنعرض ابو 100 الاول وتصاعدي. احنا بنحب بالظبط. تمام، بس فحبيت اوضح للناس، والحمد لله الحمد لله شغلنا عليه اقبال، وحقيقي في موديلات ما بتقعدش يومين، بننزل الفيديو الخميس بالليل، يوم السبت حقيقي الاسبوع اللي فات كان في موديلات مش موديل واحد خلص، او الوان معينه بيبقى عليها اقبال. الناس قالوا لي على فكره او الوان معينه بيبقى عليها اقبال بتخلص بسرعه، الناس بتيجي لا انتوا ما فيش مصداقيه او لا، والله الحمد لله احنا المنتج بتاعنا عالي وفي اقبال عليه عشان كده بيخلص مش اكتر من كده. تمام، ناخد من الكلام اللي احمد قاله ان احنا اللي حابب حاجه يلحق يطلب اول ما الفيديو يخلص، العيد جاي، يعني انت لو ما لحقتيش تطلبي اول ما الفيديو يخلص هتضطري تستني اسبوع، فانت الفيديو يخلص الارقام موجوده طول ما الفيديو شغال اسفل الشاشه، تواصلي معاهم على طول وما تقعديش تبعتي تاني، لان هم بيردوا بالترتيب، فكل ما تبعتي كل ما رساله بتتاخر فوق مش هتتشاف بسرعه زي ما انت متخيله، فجمعي اوردرك كله وابعتي على طول لكل اللي انت عايزاه. صح تمام كده؟ مظبوط. تبدا بقى نبدا الشغل. بسم الله. بصوا بالشانل بقى، ايوه بسم الله ما شاء الله، بصوا القطعه وبادئ معايا بالاصفر. ايوه بصوا ما شاء الله القطعه دي حلوه قوي. طبعا الشانل ده مصايف بقى ورحلات وصيف وشاليهات، مش قادره اقول لكم يعني حلو قوي، ده شغله حلو جدا. بصوا عندنا هنا نص كم، الشغل كله تطريز، هنا تطريزها صوف ما شاء الله، الاصفر من الالوان اللي بيليق عليها الوان التطريز جدا، ليها خياطه تحت الصدر كده، ثلاث بلابل ليها اسم، دي بلابل بلابل والله دي اسمها بلابل. تمام. طيب دي كده مقاساتها ايه؟ مقاساتها من لارج لحد 3 اكس، من لارج لحد 3 اكس. تمام، 3 اكس لارج. احنا معانا كده الاصفر ده ايه؟ ده 3 اكس لارج ما شاء الله. بصوا دي لابس كام؟ 120 120 مسترايل. بسم الله ما شاء الله، اللون ده حلو قوي عايزه اقول لكم تحفه. طيب معانا كده كمان البنت والنبيتي، الله النبيتي كبير برضو. تمام، عندنا المقاسات والفوشيا ما شاء الله. تمام، زيتوني والزيتوني، يعني احنا عندنا بيك سايز يعتبر. أيوة. في الشانيل، يعني احنا مدلعينكم اخر دلع والله، حلو قوي. تمام، والاكوا، بس الاكوا تحفه مع الوان التطريز ما شاء الله جميله جدا. طيب ثواني تعالوا نبص على ظهر التطريز من الصدر، زي ما احنا متعودين نشوف دايما من تحت الصدر كمان اهو، ما شاء الله حلو قوي. الوش زي الظهر الاسود، والاسود كمان ما شاء الله جميله، في الزيتي والزيتي. تمام، الكحلي
والكحلي واخد لون معانا الابيض دي اسمها بلابل. الله بصوا الابيض، الابيض شكله مصايف قوي ويعني ومنور كده حلو جدا جدا جدا. ده اسمه بلابل. ايوه تمام. بلابل شانيل عشان فيه طويل. مقاساتها من لارج لحد 3 اكس. تلبس من كام؟ 120 كيلو، من اول 70 لحد 120 كيلو. كام بقى؟ تمام. دي بسعر القطعه ب 100 جنيه. سعر القطعه 100 جنيه. داخل العرض 100 جنيه. داخل يعني داخل العرض يعني ايه؟ يعني تاخدي 6 قطع مش هتكلين، القطعه هتتحسب لك بالسعر اللي بيتقال في الفيديو. يا بسام يا بسام ما شاء الله. بص دي اللي هي الادوار والتطريز. شمس ما شاء الله حلو قوي. بص طيب نبص على التطريز. ده اول دور تطريز تمام. ده تاني دور للتطريز ما شاء الله حلو قوي. طبعا الشغل بتاعها باين قدامنا حلو قوي، عامله زي الدرس بجد ما شاء الله. تمام. دي مقاساتها 1 و2 بقى. 1 و2. واحد ده يلبس لغايه 90 و2 يلبس لحد 120. تمام. بصوا ما شاء الله برده الكم بتاعها اهو عليه الشغل اللي هنا ده. تلتين ما شاء الله حلوه. وفي الحاجات دي على فكره في تلبسها شيك قوي، يعني عروسه تلبسها العيد جاي تراوه وانت قاعده في البيت. والله حلو قوي ما شاء الله. دي تحفه ولونها جميل جدا حلو قوي. دي ده مقاس واحد اللي قبل كده كان مقاسي. عايزه اقول لكم بناتي قوي كمان اللون ده، لما لو جبتيه لبنوتك او انت اليسه صغننه في نفسك كده حلو قوي. يعني دي تلبس على فكره برده وزن حلو بتاع 70 من 70 ل 90 ما شاء الله حلو قوي جميله جدا. اللون ده فيها تحفه. تمام. والموف معانا النبيتي. ونبيتي ده تطريز صوف ولا ده تطريز ايه؟ ده حرير. حرير. بصوا ما شاء الله عايز اقول لكم تطريزها حلو. معروف ان هو بينتش عندنا بقى. لا مفيش اي تنتيش. ما انا لفت نظري التطريز عشان كده بسال ما شاء الله. تمام. معانا الاصفر. والاصفر طبعا خطير فيها مع الوان التطريز تحفه. تلبسها كده تغير مودي. بالظبط ماشي. الناس حافظوا الاصفر بيعمل ايه معانا والله، لانه هو فعلا لون مميز وحلو قوي. وده الزيتي الفاتح. بص الشياكه ما شاء الله. اسود ده ملك الالوان. والاسود ما شاء الله مقاسها حلو ويعني والموديل بتاعها تحفه جميل جدا. تمام. الابيض بقى. والابيض كمان خطير ما شاء الله تحفه. بصوا هي ادوار، هي عامله زي الدريس تطريز والكم بتاعها هنا تلتين كده تقريبا او لغايه الكوع ما شاء الله حلو قوي في لبسها. طيب دي معانا بكام؟ دي في عرض 130 بقى. 130 تمام. نيجي بقى للاهرامات الشانيل. الله والله تحفه. انا الموديل ده بحبه قوي. هاتي بصوا الموديل ده بصراحه حلو قوي يعني مظبوط جدا في اللبس. بصوا الرقبه بتاعته يعني مظبوطه تمام مش مفتوحه. بما ان طبعا انا هلبس موديل زي ده فانا يعني لو هلبسه لوحده فمش هحط طرحه، فهو من فوق مظبوط. لو هتلبسيه على ليجر مثلا وكوتشي وكده لا حلوه. بصوا ما شاء الله النص الكم بتاعها كمان طويل مش قصير. بصوا اهو الخياطه من الكتف للطرف الكم. تمام. هي عباره عن ادوار كده كلها اهرامات حلوه قوي بتنسيق الالوان اللي فيها. بجد قطعه مميزه جدا حلوه قوي ما شاء الله. طبعا الخامه بتاعتنا قطن بيور من اول موديل عشان انا نسيت. خامتنا كلها قطن بيور. لو في خامه مختلفه انا بقول في الفيديو. طيب دي معانا كده منها الابيض. معانا النبيتي. والنبيتي تمام. ومعانا الموف. والموف ما شاء الله الخامه طريه جدا. الخامات بتاعتنا قطن بيور ولا هتوبر معاكي ولا هتكش ولا هتبهت. ظهر التطريز اهو. طبعا لو عجبك الموديل الحاجات دي انا بشوف ناس بتنزل بيها بالظبط عليها وهي يعتبر كم بتيجي لحد هنا كده. تمام ما شاء الله تحفه. الارقام موجوده طول ما الفيديو شغال اسفل الشاشه للتواصل مع الملواني على طول. بصوا الزهري بتاعها تحفه برده. مقاساتها 1 و2 ولا ميديوم ولارج؟ ميديوم ولارج. تبدا لارج اكس 2 3. تمام. الاكوا بقى، انا الاكوا عاجبني قوي في الشانل بصراحه حلو قوي. بصوا والله تحفه تحفه حلو قوي. تمام. المينت جرين. الله على الجميله جميله جميله. عايزه اقول لكم لو بنت سن محير جبتيها لها هتلبسها زي دريس كده ليله الوقفه. بجد تحفه حلوه قوي ما شاء الله. على الاصفر. والاصفر بس والله تحفه. الاصفر فيها بشياكته دي ما شاء الله، يعني معاها الموف والاورنج والجنزاري والبيج، يعني الالوان كلها لايقه معي. تمام. معانا والزيتي. بصوا بقى الزيتي اهو، ثواني خليك زي ما انت لابسه. والاصفر اهو، كل قطعه بيبقى ليها الوان التطريز بتاعتها. يعني بصوا الاصفر تطريزه عامل ازاي، وهنا ده اللي انا بقوله بقى الوان التطريز هنا حلوه قوي واضحه كده زاهيه للناس اللي بتحب الالوان الزاهيه.
تمام. وده الوانه ناعمه معي حلوه. الابيض طبعا الابيض ما شاء الله منور لوحده برده حلو قوي. تمام. الموديل ده معانا بكام؟ ده في عرض ال 130 برده. ب 130. اسمها شانيل الاهرامات. انا بقول الاسماء علشان اللي هيشحن يبقى سهل عليه لو ما عرفش يعمل سكرين شوت. تمام. طيب نشوف بقى ال الكريب صح. كريب عاملين عليه عرض خروج. انا لسه بقول الكريب اغلى حاجه في المحل حطته لي في الاول. عاملين عليه عرض النهارده ما شاء الله. بص دي حلوه قوي. تمام. دي قطعه تاخديها تخرجي بيها، دي مش استقبال. او زي ما انا كده في الفتره اللي فاتت جات لي فويسات كتير، يعني انت لو عندك فرح في البيت، سلايف، قرايب، الكلام ده تقدري تلبسيها. انت واقفه قطعه خروج وشيك قوي على فكره في اللبس، حلوه جدا. طيب دي تلبس لغايه كام؟ وهي 1 و2 بتلبس لحد 110 كيلو. بتلبس لحد 100. انا بسال علشان الناس اللي محتاجين الحاجات دي في الافراح اللي جايه والعيد والكلام ده كله يعرفوا ان في اكبر مقاس يلبس لحد 110. هي بحزام، يعني انت لو خايفه كمان جسمك قليل هي معاكي بحزام. تمام. دي بصي دي مقاساتها 1 و2 مش لارج. 1 لحد 90 والاثنين معروف لحد 120. بصوا في مساحه تحت تقدري تقصري، وعلى فكره لو اخدتي من التطريز هي تطريزها مش التطريز العالي اللي لو جيتي قصرتي هيبقى في مشكله، لا خالص تطريزها خفيف. تمام. طيب معانا كده منها اللون البترولي ومعانا البتنجاني. والبتنجاني ما شاء الله تحفه. معانا النبيتي. النبيتي برضو، النبيتي فيها جميل. ده خروج يا جماعه مش بيت، ده خروج تحفه. تمام. معانا اللون السيتي. الزيتي طبعا الشياكه ما شاء الله تحفه. بصوا بقى هنا ظهر الشغل اهو ما شاء الله تحفه. دي اهي فتله عاديه بتتشيل، شغل حلو قوي، كل قطعه احلى من الثانيه، والفينش بتاعنا ما شاء الله مظبوط جدا. الواننا صريحه جدا، الاصفر اصفر والاسود اسود والكحلي ما شاء الله الالوان صريحه. طيب ده الزيتي الفاتح كمان. ده الزيتي الفاتح. احنا شفنا الزيتي الغامق بتاعها، ده الزيتي الفاتح ما شاء الله تحفه حلوه. اسمها ايه؟ دي كريب. في معانا موديل كريب تاني. الكريب الاسود دي سناوي. ده كريب الوان. ده كريب الوان. تمام ماشي. معانا اللون الرمادي ده. الرمادي فيها جميل حلو قوي بصراحه ما شاء الله. تمام. معانا الكشمير. والكشمير طبعا ما شاء الله. بس الكم طبعا هنا نازل على راحته، بما ان دي كريب فلازم يبقى الكم ما فيهوش استك. تمام. طيب معانا بقى الموديل ده بكام؟ ده 150 في عرض 150 كريب ب 150. ما شاء الله تحفه. لما يبقى معاكي عبايه كريب ب 150 تقدري تخرجي بيها، مش تقدري، هي اصلا خروج بقطعه تدفعي فيها 150 وتخرجي، ما شاء الله تحفه بجد. لو عايزه تهادي بيها جميله، لو بتجهزي بنتك هاتي وانت مطمنه. الشغل ده كله ما شاء الله خاماته تحفه حلوه قوي. كل خاماتنا في العبايات اللي جايه كلها قطن بيور، والكريب بنقول عليه كريب زي كده ما شاء الله، الكريب بتاعها ناعم حلو قوي. طيب نشوف دي بقى. احنا عندنا شحن مش كده؟ عندنا شحن ان شاء الله. انا باكد على الحته اللي اتقالت في اخر الفيديو المره اللي فاتت. عندنا شحن جوه مصر وبره مصر، وعندنا شحن للدول الاوروبيه كمان. انا ما عرفتش الموضوع ده غير في اخر الفيديو. احنا عندنا شحن للدول الاوروبيه كمان. تمام. بصوا بقى الموديل ده ما شاء الله تحفه. الخامه بتاعتنا قطن بيور، ولا بتوبر ولا بتكش ولا بتبهر ما شاء الله تحفه. الكم بتاعها نازل على راحته زي ما احنا شايفين كده. الموديل ده اسمه نادين. نادين ما شاء الله جميله. عايزه اقول لكم هو حلو قوي، الخامه بتاعتها طريه جدا ناعمه قوي. هي ليها الشغل ده كله على الصدر هنا على فكره تركيب، زي ما احنا شايفين ظهر الشغل اهو ده كده تركيب عشان ما يضايقكيش وانت لابساه. العبايه سيمبل في نفسها قوي. طبعا الكم زي ما احنا قلنا نازل على راحته من غير استك، وفيها الحليه اللي موجوده تحت دي ما شاء الله حلوه. عايزه اقول لكم جميله جدا. طيب دي كده اسمها ايه؟ دي نادين. نادين. طيب الوانها ايه بقى ومقاساتها برضو؟ معانا كده اللون البترولي. معانا البيبي بلو اقوى. ومعانا الاقوى ما شاء الله تحفه. ومعانا المستردة. الله المستردة فيها جميله ما شاء الله. ومعانا والاصفر. تمام. دي معانا وان سايز بتلبس لحد 120 كيلو. بتلبس لحد 120. تمام ما شاء الله. 150 جنيه في العرض، سعر القطعه 150 جنيه داخل العرض. 150. دي كده داخل العرض اللي هو تاخدي 6 قطع مشكلين باسعار مختلفه طول الفيديو، هستخدمه الموديل واحد براحتك خالص. دي كده معانا النهارده 150 قلنا ما شاء الله. عايزه اقول لكم شغلها شيك قوي راقي جدا. بصوا البلبله دي حلوه قوي جميله. نيجي بقى للموديل. الناس اللي بتشتغل في الاونلاين على طول او بتشتري اونلاين، محدش بيبيع اونلاين بالسعر بتاعنا، احنا بنبيع بسعر المصنع. الناس بتبيع ب 220 وب 250، محدش بيبيع بالسعر ده، عشان كده احنا مخليهم 6 قطع عشان ياخدوا بسعر الجمله وفي نفس الوقت حاجه كويسه. تمام. عندنا موديل ايمان.
ايوه الموديل ده جميل. عايزه اقول لكم انا لبسته الفيديو اللي فات بصراحه كان عاجبني جدا جدا، شكلها شيك قوي ورقيقه، وتطريزها على فكره خفيف جدا مش بيضايقك وانت لابساه خالص. ده متاح نازل على راحته، وفي شغل من هنا كده عصفورتين وشجره والوان شيكه قوي. اتفضل يا احمد. ده متاح منه لارج واكس لارج، بس لان المقاسات الكبيره يعني يعني خلصت بسرعه جدا بعد الفيديو اللي فات. تمام. طيب فالالوان دي الالوان دي المتاحه دلوقتي، المتاحه دلوقتي الابيض والفوشيا والفوشيا والزيتي والزيتي، الفوشيا بتاعها خطير على فكره، والنبيتي والنبيتي. تمام. والاصفر معانا. الله الاصفر، بصوا الاصفر في التطريز بتاعها ما شاء الله تحفه. الاصفر واخد معاه التطريز الاخضر والاورانج، فجايين عايزه اقول لكم جايين معايا حاجه رقيقه جدا. الالوان مش فاقعه، الالوان ماشيه مع بعضها قوي. الاصفر ما شاء الله حلو في تلبيسه، بيبقى منور كده يعني انت بمناسبه الافراح والحاجات اللي جايه، ده حلو قوي على فكره، بيغير مودك فعلا، بتحس ان انت فعلا في جو حلو كده حواليكي. والموف بتاعها ما شاء الله خطير، ده الموف الغامق. تمام. دي اسمها ايمان، متاح منها لارج واكس لارج بس. وكام قلنا؟ 150. 150 تلبس لحد 90 كيلو. تمام. 150 تاخدي 6 قطع مشكلين عشان تاخدي بالاسعار اللي موجوده في الفيديو. خدي بقى انت وصاحبتك لو حاسه ان 6 كتير، انت وصاحبتك، انت واختك ومامتك، بصي دايره معارفك كده، شوفوا بعض وجمعوا. تمام. دي الفانوس. في بقى دي تحفه في اللبس، عايزه اقول لكم بتبقى عامله زي الدرس، هي ليها خياطه تحت هنا برده عشان يتحط فيها الاباليك، دي حلوه قوي. بصوا كمان ظهر هنا التطريز ما شاء الله، بجد كل قطعه احلى من الثانيه، وكمان الاصفر فيها خطير بالالوان بتاعته والفوشيا والموف، بجد قطعه بتلبسيها عامله زي الدرس، انا لبستها قبل كده جامده جدا. بصوا الشغل برده هنا على وش الكم كله اهو. تمام ما شاء الله تحفه، حلو قوي. دي مقاساتها ايه معانا؟ وان سايز. وان سايز. طيب يبقى احنا كده معانا منها اصفر، بس لحد 110 كده. 110. تمام. احنا كده معانا منها الاصفر البيبلو والاكوا. ايوه ومعانا المستردة والمستردة، معانا النبيتي. النبيتي كمان فيها ما شاء الله حلو قوي. الخامة بتاعتنا قطن بيور، لو في موديل عدى انا ما قلتش الخامة ايه، احنا خاماتنا كلها قطن بيور، لما باجي عند الكريب بقول، لان احنا الغالب اكتر بيبقى قطن والباقي مثلا موديلين او ثلاثة بيبقوا كريب. طيب دي كده في عرض ال 150 اخر حاجة. في عرض ال 150 وان سايز لابس لحد 110 اخر حاجة في عرض ال 150. عرض ال 150 يعني احنا عاملين عليهم عرض، هم اصلا بيتباعوا اعلى من كده، فاحنا عاملين عليهم عرض، فب 150 القطعة. طبعا بتاخدي 6 قطع مشكلين، كل قطعة بحسب سعرها في العرض. تمام. هنشوف بقى كمان الموديل ده ياباني بس ما شاء الله. ياباني بس، ايوه انت لسه فاكر. بصوا دي بقى ليها الحبل من هنا ومن هنا، بتشدي توسعي وتضيقي على حسب المقاس. الموديل ده تحفه، عايزه اقول لكم في تلبيسه خطير خطير، عايزه تجيبيه هديه هاتي، عايزه تلبسيه في مناسبه من اللي جايين، بجد بجد هو خطير جامد جدا. عايزه بتجهزي بنتك وعايزه تجيبيه في الجهاز، هو حلو هياخد ويدي معاها سواء في حملة او غير، عايزة تهادي العيد جاي الصلاة الدنيا. بصوا هي التطريز بتاعها وش وظهر هنا. تمام. والكم مفهوش اصلا خياطة، فمش بتضايقك خالص وانت لابسها. اوفر سايز بالظبط، تحفة ما شاء الله، حلو قوي. تمام. دي كده معانا منها الاصفر، ومعانا الزيتي والزيتي. تمام. بصوا شكلها متظهر. تمام ما شاء الله اهو. معانا المستارده والمستارده، ومعانا الزيتي الغامق والزيتي، ده الزيتي الغامق بتاعها. ايوه تمام. الزيتي الفاتح ومعانا النبيتي، والنبيتي كمان. تمام. ومعانا البترولي، والبترول تحفه بصراحه بالشغل بتاعها اللي تحت ده، حلو قوي. دي كده معانا النهارده ب 180، خاماتنا كلها قطن بيور. لو عايزه تشحني الارقام موجوده طول ما الفيديو شغال اسفل الشاشه، لو جايه من مكان بعيد اتصلي قبل ما تيجي واعرفي الموديل اللي انت عايزاه موجود او لا. تمام. بصوا ما شاء الله الموديل حلو وكل تفاصيله حلوه. دي بتبقى وان سايز، بتلبس لحد 105 كده، مين بتلبس لحد ايه؟ 100 100 105. تمام. طيب نشوف بقى دي كمان. طبعا الموديل ده بيبقى حلو قوي قوي لما بتلبسيه، بيبقى عامل زي الدرس الاستيك ده كده، بياخد ويدي معاكي على حسب جسمك، وكل الشغل اللي عليها ده هي خامتها لحد 100 كيلو برضه. عايزه اقول لكم حلوه ده، هي خامتها طريه ومريحه جدا جدا في اللبس، وليها فتحه من هنا، حابه تلبسي ليجن البسي، مش حابه براحتك ما شاء الله. هو الموديل حلو وشياكه جدا جدا في نفسه، كمان اللون البيج ده مش موجود في موديلات كتير.
تمام، يعني هو موجود في الموديل ده، يمكن هتلاقيه هنلاقيه في موديل تاني وخلاص. الكم هنا ما فيهوش اي خياطه، الظهر اهو ما فيهوش اي خياطه خالص، تمام. للناس اللي ما بتحبش الخياطه على الكم، بتنزل بتاخد وضع الجسم كده وبتاخد الكيرفي بتاع الايد. عايز اقول لكم تحفه حلوه قوي. طبعا الكم نزل على وسعه هنا، تمام. اه دي كده معانا منها البيج، ومعانا الفوشيا. والفوشيا، الفوشيا معانا جديد النهارده، مش هو موجود معانا من الفيديو اللي فات الفوشيا، بس نازل اهو ده تاني موديل نلاقيه فيه. ومعانا الزيتي، والزيتي الزيتي الزيتون اللي فات. معانا الموف، الموف كمان فيها خطير حلو قوي، تمام. ومعانا المينت جرين، الله جميله حلوه جدا ما شاء الله، تمام. ومعانا النبيتي، والنبيتي برضو جميل ما شاء الله. عايزه اقول لكم هي فتحتها من فوق مظبوطه، مش مفتوحه قوي، لو انت هتقعدي من غير طرحه فتحتها حلوه. معانا الاكوا، والاكوا كمان ايوه عرض ال 180. دي معانا كده ب 180 ايه، كله في 180 بقى مع ده اخر موديل، تمام. دي كده معانا النهارده ب 180. طبعا لو هتاخديها هديه ما شاء الله حلو قوي، لو مش عارفه جسم اللي انت جايباه له تاخد وتدي برده للعروسه بتجهزي، ما شاء الله حلو قوي معاكي، تمام. اسمها ايه؟ دي روانزا. روانزا، عشان لو هتشحني تقولي اسم الموديل على طول، تمام. بصوا معانا الشريط، استنى بس لابسها. ايوه كده فكرني. بصوا بقى ما شاء الله، دي انا بحبها جدا، من الموديلات اللي انا بحبها. المره اللي فاتت واللي قبلها قلنا في نفس اللون، في تطريزين، فانا بصراحه الموديل عجبني فقلت له انا عايزه البس دي النهارده. بصوا بقى هي عامله زي الدرس، يعني انا لو خدتها مع شنطتي كده مع طرحه بس تليق معاها كده خلاص انا مشيت بجد. انت نازله حواليكي رايحه مناسبه زي المناسبات كتير اللي جايه، العيد الكبير وافراح ومصايف والدنيا، فحاجه زي كده مناسبه جدا، لان هي منها عبايه ومنها درس، فحلو قوي. طبعا الكم نازل على راحته، تطريزها خفيف مش عالي، مش التطريز اللي يضايقك، ما شاء الله جميله جدا. بصوا خياطه من اول هنا، انت كمان ممكن لا يعني هي مريحه سيكه، انت ممكن لو حباها تيجي مظبوطه بتاخديها، فهي هتبقى عامله زي الدرس عليكي. بصوا الشغل كله ادوار. دي كده معانا منها الابيض، ابيض في زهري، ايوه تطريزه زهري، خامتها قطن بيور، ولا هتوبر ولا هتكش ولا هتبهت. ومعانا كمان الابيض في الفوشيا، مقاساتنا 1 و2، واحد يلبس لحد 90، واحد لحد 90 و2 لحد 120، تمام. معانا برضو الاسود على تطريز برضو بيختلف، الاسود اه هنا هنا على عسلي، اه التطريز بتاعها هنا على عسلي، وعندنا اسود تاني تطريزه على هافان شويه، اه حلو قوي، تمام. الكحلي نفس الكلام. الارقام موجوده طول ما الفيديو شغال اسفل الشاشه للتواصل مع الملواني على طول. الشحن متاح جوه القاهره الكبرى والمحافظات، وشحن دولي كمان برضو. واوروبي، تمام. معانا الكحلي برضو، معانا الكحلي برضو بالوان تطريزين، اللون العسلي واللون البيج، تمام. الوانها ما شاء الله كتيره حلوه قوي. معانا البتنجاني، الموديل ده الشياكه، الوانه كتير عندك، تختاري من الوان كتير جدا. معانا البتنجاني بتاعها كمان حلو جدا. ومعانا الزيتي نفس اللون اللي حضرتك لابساه، ايوه تمام. ومعانا الزهري، والزهري برضو ما شاء الله جميل، تمام. ومعانا الكشميري، والكشمير طبعا الكم بتاعها نازل على راحته، للناس اللي هي مش حابه الاستيك دي كمها ما شاء الله حلو مش هيضايق. والاكوا بيبقى نازل على واسع كده يعني ما شاء الله. بصوا الاكوا في الفوشيا من هنا بيوسع من تحت، اه ما شاء الله. بصوا الاكوا في الفوشيا ما شاء الله، عايزه اقول لكم اللون التطريز مع الاكوا تحفه. دي برده من الموديلات اللي الناس ما بتحبش يبقى في الوان تطريز كتير، دي لونين بس وفي نفس الوقت عامله زي الدرس، يعني احنا حققنا معادله صعبه شويه. البترولي، البترولي على تطريزين، اه اللون الابيض والبترولي باللون البيج ما شاء الله تحفه، تمام. معانا كمان منها الوان ثانيه لسه جدا، الموضوع طويل. معانا النبيتي ما شاء الله. بص معانا منها كمان النبيتي الفيروزي، الفيروزي بس الفيروزي بتاعها برده خصير حلو قوي، تمام. معانا الزيتي، والزيتي بتاعها خطير حلو قوي، ده الزيتي الفاتح، انا عليا الزيتي الغامق، تمام. اه معانا الاصفر، بصوا الاصفر في الكحلي، الاصفر فيها خطير حلو قوي ما شاء الله، تمام. ومعانا اللون المستردة، واللون المستردة
طيب عايزه اقول لكم الافكار كتير، انت لو مسافره مصيف خديها العيد الكبير جاي الحقي، لان في موديلات انت ممكن ما تلحقيش تجيبيها الفيديو اللي جاي تبقى خلصت، لو ما لحقتيش الاسبوع ده هتيجي الاسبوع اللي وراه ممكن اللي انت مستنياه ما تلاقيهوش. فمن دلوقتي على طول الفيديو بينزل كل خميس بننزل فيديو، اول ما الفيديو يخلص ابعتي اوردرك كل اللي انت عايزاه، يا اما لو هتيجي تيجي تاني يوم على طول جمعه او سبت بالكتير، لان ما شاء الله في تجار جمله بياخدوا، فممكن الموديل اللي انت عايزاه تيجي ما تلاقيهوش اصلا، فالحقي وتعالي على طول. ده معانا بكام؟ ب 180. تمام. ايه بقى كمان الموديل ده؟ بصوا هو فيه بلابل من هنا وتطريز برضو، ده من الموديلات اللي هو بيبقى فيه لونين بس، لون العبايه ولون التطريز، مش حاجه اوفر يعني. بس طبعا انا بما اني بحب الاصفر لبسته، لان كمان التطريز بتاعه زهري، فعايزه اقول لكم ما شاء الله حلو قوي. طبعا الكم نازل على راحته. تمام. عايزه اقول لكم حلوه، والتطريز جاي لغايه تقريبا هنا الكوع، ما شاء الله جميله. دي بقى مناسبه جدا للناس اللي هما ناويين يقصروا، فدي لو قصرت مفيش اي تطريز تحت، مفيش اي حاجه هتضايقك، وهي مناسبه جدا للفتره الجايه برده، المصايف والرحلات والحاجات بتاعتنا الحلوه دي كلها. نشوف بقى الوانها. احنا كده معانا الاصفر اللي انا لابساه والنبيتي. تمام. بصوا هي هنا في كشكشه اهي من هنا، خياطه بكشكشه عشان تدي وسع معاكي. تمام. كحلي. والكحلي دي مقاساتها ابيض خطيره، مقاساتها من لارج لحد 3 اكس لارج. من لارج لحد 3 اكس. تمام. الزهري يعني تلبس لحد 120، تلبس لحد 120 مرتاح. والزهري كمان ما شاء الله حلو قوي، حلو الموديل ده على فكره قوي ما شاء الله. ده اصغر مقاس فيها. ده اصغر مقاس. بصوا اصغر مقاس يلبسني، اصغر مقاس على فكره، حلو قوي. ما شاء الله جميل. عايزه اقول لكم يلبس تقريبا بتاع 70 75. 75 كيلو. حلو قوي ما شاء الله. برده الخياطه بتاعتها في الظهر كمان، للناس اللي كانت بتسال ليها خياطه في الظهر هنا. تمام. ده اكبر مقاس فيها. الله الله الله، الاكوا فيها خطيره، حلوه قوي ما شاء الله. تمام. جميله قوي فيها. البتنجاني هو اكبر مقاس، ده هو مقاس 2 ولا 3؟ ده 3 اكس. يعني هي مقاساتها لارج وميديوم و2 اكس و3 اكس. لارج واكس لارج و2 اكس و3 اكس. انا ايه ميديوم اللي جه في النص ده. والبتنجاني كمان خطيره ما شاء الله. واخر لون معانا المنت. برده المنت فيها حلو قوي، ده مناسب جدا للناس الكبار، اللون ده مناسب قوي 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 معاهم، لان كمان هي لونين بس تطريز واللون الابيض. بصراحه الموديل ده فعلا خطير خطير يعني بجد بجد والله يا احمد، الموديل ده جديد وما تسيبوهوش. الوان التطريز بتاعته مش فواقع خالص، للناس اللي عايزه تجيب حاجه للناس الكبار، للناس اللي ما بتحبش الحاجه الاوفر، بجد بجد الموديل ده قطعه تحفه تحفه ما تتسابش. ده بكام؟ ده ب 180. خامته قطن بيور، ولا هتوبر معاكي ولا هتكش ولا هتبعت، ومعاكي كمان مساحه ان انت تقدري تقصري من تحت، عايزه تلمي الوسع بتاعه برده معاكي كل الامكانيات، ياخد ويدي معاكي حلو قوي. طيب نشوف ده كمان. ده سجده. ده برده حلو قوي، ده من الموديلات اللي هو بيبقى فيها لونين بس وليه فتحه هنا من قدام، يعني برضو ده يعني ليه زبونه ما شاء الله حلو، وفي تلبيسه خطير حلو قوي، من الحاجات اللي عليها اقبال قوي معايا وشغاله معايا كويس. بالظبط ما شاء الله. الورق الشجر اللي طالع ده تحت عامل زي ما يكون في نار كده طالعه، بجد حلو قوي. وهنا فوق بقى الورد بتاعنا والحركات ما شاء الله تحفه. طبعا الكم بتاعنا هنا استك. تمام. ونفس الشغل اللي موجود على طرف العبايه موجود معانا هنا، وهي ليها فتحه كمان لو حبيتي تلبسي ليجن اوكي، ما حبيتيش. هي ما شاء الله الموديل في تلبيسه خطير. الخامه بتاعتنا قطن بيور، ولا هتوبر ولا هتكش ولا هتبهت. وطول ما الفيديو شغال الارقام موجوده اسفل الشاشه للتواصل مع الما اللواني على طول، عندنا شحن للقاهره الكبرى وشحن محافظات وشحن دولي واوروبي. تمام. الاصفر دي مقاساتها 1 و2، واحد بيلبس لحد 90 كيلو و2 بيلبس لحد 120 كيلو. ما شاء الله جميله. محيط الصدر بتاعها في المقاس الكبير بيبقى 70 سنتي، للناس اللي مش عارفه مقاسها ايه. محيط الصدر عندي من هنا لهنا 70 سنتي في المقاس الكبير. ما شاء الله. لو جميلة. واحده عايزه تعرف مقاسها ايه تقيس بمزوره. تقيس عندها بالظبط لو محتاره، حلو قوي فكره المزوره دي. تمام. البترولي ده المقاس الكبير اهو. والبترولي خطيره ما شاء الله، بصوا الشياكه تحفه. طيب نبص على ظهر التطريز. بصوا. صعب تلاقي الخامه حلوه والفينش حلو وظهر التطريز حلو والموديلات حلوه واسعار كمان مميزه جدا، مش هتلاقيها طبعا على فكره غير عند الما اللواني، لان هو فعلا شغل مميز قوي ما شاء الله، وخاماته عاليه جدا. الخامات بتاعته انا واخده منها غسيل ولبس فعلا ما شاء الله، يعني ربنا يبارك لكل الناس اللي بياخدوا ما شاء الله، الشغل حلو قوي. والناس اللي فاتحه مشاريع من هنا بجد يعني الشغل جميل جدا. انا مستنيه تعليقاتكم، الناس اللي اخدوا شغل وجربوه مستنيه التعليقات بتاعتكم الحلوه ما شاء الله. بصوا الموديل ده برضو من الموديلات اللي ليها خياطه هنا من الظهر. تمام. الكحلي
الكحلي في الاورنج طبعا خطير، حلوه جدا. تمام. الزيتوني والزيتوني ما شاء الله. تمام. البتنجاني والبتنجاني برضو تمام، حلو قوي. والكشمير معانا اخر لون، والكشمير ما شاء الله تحفه ومقاسها كبير. بكام معانا دي؟ معانا ب 180 جنيه 180. تلبس لحد كام؟ 120 كيلو. ومن 75 من مقاس واحد بلبس لحد 90 كيلو، مقاس اتنين بلبس لحد 120 كيلو. تمام ما شاء الله. تمام. الغزاله بقى عندنا بعد كده موديل الغزاله. سو احنا قلنا دي اسمها ايه؟ دي اسمها سجده. سجده تمام. ودي الغزاله. ودي الغزاله برضو من الحاجات اللي عليها اقبال وفعلا بتشتغل معاها كويس قوي. حلوه هي بصراحه الموديل ده، حلو في تلبيسه في منتهى الشياكه ما شاء الله. ومن الالوان برضو من الموديلات برضو اللي هي الوانها مش كتير، يعني الوانها لايقه مع بعضها جدا وما فيهاش درجات الوان كتير. تمام معانا كده منها الابيض، المنت والمنت ما شاء الله. جميله جميله الموديل ده. الكحلي طبعا لو عجبك اعملي سكرين شوت على طول او تقولي اسم الموديل علشان تشحني. تمام. ولو عجبك برضو على طول انزلي تاني يوم، يعني احنا بننزل الفيديو كل خميس، يوم الجمعة الصبح تكوني موجودة او يوم السبت بالكتير عشان الموديلات. يا جماعة الفوشيا بتاعها الله خطير، حلو قوي ما شاء الله. تمام. والاسود برضو بتاعها جميل قوي ما شاء الله. جميلة طبعا الاسود في الاورنج خطير مع الابيض، حلو قوي. البتنجاني البتنجاني تمام. ومعنا الزيتوني اخر لون والزيتوني. بصوا ما شاء الله مع الاورنج تحفه. بصوا بقى خلينا نشوف ظهر التطريز هنا برضو. ادي الغزاله اهي، شوفوا الغزاله يعني كميه الخيوط فيها قد ايه وحلوه. والورده اهو برضو، بصوا ما شاء الله جميله جدا القطعه دي. دي معانا ب 180 تمام. هو بسام قال لي بقى الاخر بعد كده 180 هنتفرج على الموديلات دي. كده معانا ب 180 تلبس ل 100 كيلو، 100 لحد 100 كيلو صح. طيب. هي عشان من غير كتف بتاخد شكل الجسم والبلاستيك بيخليها تاخد وتدي على على اي مقاس. تمام. تكرار معانا موديل سندس. الموديل ده ما بيقعدش بمعنى الكلمه، يعني ايه ممكن يوم السبت بالكتير يكون خلصان. ما شاء الله كميه كبيره برده للجمله عشان في هو شغال جمله كويس. اصل الموديل ده على فكره مناسب للناس الكبار ومناسب كمان للبنات الصغيرين، لان هو سيمبل في نفسه وبرده من الموديلات اللي هي فيها لونين اتنين بس، ومناسب بقى يعني انتوا بصوا كده الموديل هو مناسب جدا للناس الكبار، ولو بنوته صغيره لابساه فهو برده حلو. ده شكلها شكلها كده من الظهر، حلو قوي. والكم بتاعها برده استك معانا اهو، والشغل كله يعني اول الكم هنا ليه تطريز وباقي الكم ليه تطريز تاني مختلف. دايرين داير. بجد قطعه حلوه قوي دايرين داير. تمام. معانا البيج كمان جميله ما شاء الله. متاح معاكي تقصريها، مش شرط تقفي لغايه التطريز على فكره، انت ممكن تاخدي من التطريز لان ده تطريزها اللي هو الفتله بتاعته رفيعه مش تقيله، فتقدري تتنيه عادي جدا. تمام. الفوشيا بتاعها جميل، والفوشيا ما شاء الله حلو قوي. اول مره اعمل اللون ده في الموديل ده. حلوه حلوه بصراحه. الاكوا طبعا، والاكوا دي مقاساتنا فيها ايه؟ مقاساتنا فيها من لارج اكس لارج و2 اكس و3 اكس. تمام. يعني تلبس معانا من 75 لغايه 120 لحد 120 كيلو. تمام. تنجاني ما شاء الله تحفه. الاسود والاسود برده ما شاء الله. تمام. الاصفر والاصفر ما شاء الله بجد الاصفر فيها خطير. بصوا الاصفر مع الكحلي حلو جدا، وبصوا الكحلي كمان ما شاء الله. بجد قطعه تقدري تخرجي بيها على فكره من شياكتها وتستيف التطريز كده، يعني مش شغل وخلاص، لا تحفه حلوه قوي. الابيض بتاعها ومن الالوان اللي بتخلص قوي بسرعه فيها من قبل. الابيض خطير. العيد جاي وعايز ابيض على فكره ما شاء الله، تحفه حلوه قوي. القطعه حلوه خامتنا فيها كلها قطن بيور، ولا هتوبر ولا هتكش معاكي ولا هتبهت. الارقام موجوده طول ما الفيديو شغال اسفل الشاشه للشحن. عندنا الشحن القاهره الكبرى والمحافظات والدول الاوروبيه والدول العربيه. والنبيتي كمان ما شاء الله ده اخر لون. دي معانا ب 180 معانا ب 180 ما شاء الله حلوه جدا. طب نشوف بقى الاهرامات الطويل. ما شاء الله بصوا انا بحب الموديل ده بصراحه، حلو قوي حلو قوي قوي، يعني ما
دلع في نفسه ومناسب جدا برضو في المصايف، تحسيه كده واخد لون لوحده مختلف، مناسب جدا في المصايف، مناسب لحفلات الحنة وكتب الكتاب والكلام ده كله. بصوا الكم هنا استيك وعليه برضو هنا ثلاث اهرامات كده، حلو قوي. هي زي دوار فيها، والخياطة بتاعتها برضو موجودة هنا معانا في الظهر، ما شاء الله قطعة حلوة قوي ولونها جميل جدا. احنا كده معانا منها اللون الاكوا، معانا الاسود. احنا بعد ما عملنا منها الشانيل اتسأل عليها تاني عايزين منها طويل فكررناها تاني. هو الموديل بصراحة حلو، والاصفر كمان كحلي والكحلي تمام ما شاء الله. الابيض تحفة، والابيض خطير مع الالوان اللي فيه بصراحة تحفة ما شاء الله. تمام. والزهري بس انا بحب الزهري. كان ملبوس في مسلسل بتاع السهر في رمضان، هو سهر الصاير كانت لابساه. انا عماله افتكر مين اللي كانت لابساه في فيديو من الفيديوهات، دخلت لي وطبعاً قالت لي كانت سهر الصاير. كانت لابساه، كان عليها حلو قوي. بصوا كمان اللون اللامنت فيها تحفه، حلو قوي. والفوشيا طبعا ما شاء الله لون جديد ومميز، حلوه جدا. وريني بصوا الفتحه بتاعت الرقبه هنا عليها تطريز كده من فوق، شايفين التطريز ده محليها اكتر كمان، بجد قطعة حلوة قوي ما شاء الله. نبيتي ونبيتي تمام. البتنجاني ده ماس 3 اكس معانا اهو، والبتنجاني تمام ما شاء الله. كشمير، والكشمير الوانها جميلة كلها، كل لون احلى من التاني. بصوا بقى المستردة فيها ما شاء الله تحفة. تمام. طبعا كمها استك، ما عندنا النهارده موديلات الكم استك وموديلات الكم نازل على راحته. بصوا ما شاء الله برده الموف فيها دي الدرجه الفاتحه بتاعه الموف، حلو قوي مقاسها كبير. معانا دي ب 180 برده، دي معانا ب 180 تمام. الشحن متاح، الخامات بتاعتنا قطن بيور، ولا هتوفر ولا هتكش معاكي ولا هتبهت، الكميه محدوده في ده تمام. برده من حاجه جديده، ايوه اتطلبت. ده الشمس شفتوش بس ده شفتوش؟ ده الشمس اللي فيه منه الشانل، الشانل برضو لما نزلنا منه الشانل الناس ابتدت تسال عليه عايزين من الشكل ده. هو الموديل بصراحه تحفه، حلو قوي 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 قوي، انا حباه في الشانل. فتخيلوا بقى لما يتعمل منه الكبير، خلاص كلنا هنجيب بقى ما شاء الله. حلو قوي ما شاء الله. هي زي دوار كده، والشغل بتاعها خفيف على فكره، مش تقيل، مش هيضايقك. ادي الكم بتاعها استك، وزي ما احنا شايفين داير داير كده التطريز ما شاء الله، جميله جدا قطعه حلوه. برضو في خياطه هنا في الظهر، دي مقاساتها لارج اكس لارج، من اكس 3 اكس تمام. معانا كده منها الاصفر، ومعانا الفوشيا، والفوشيا تمام، المنت والمنت ما شاء الله تحفه. بصوا ما شاء الله جميله تمام. كحلي، والكحلي بتاعها برده خطير، حلو قوي. بصوا بقى ما شاء الله ظهر التطريز تمام. النبيتي، والنبيتي تمام ما شاء الله تحفه، الوانها كلها حلوه. الاكوا، والاكوا خطير جدا، حلو قوي. عايزه اقول لكم هي عامله زي الدرس، جميله. والزيتي ما شاء الله حلوه، كل الوانها لايقه عليها بصراحه، جميله قوي. البيج، الله البيج فيها خطير. بصوا بجد البيج عامل ازاي مع الالوان اللي فيها، لون هادي جدا مع الوان التطريز اللي فيها، ماشيين جدا مع بعض، حلو قوي. دي تلبسيها في عيد، في مناسبات، في مصايف. يعني انا اصل الفتره اللي جايه كلها افراح وسفر ومصايف، فما شاء الله الحاجات دي حلوه قوي لما تلبسيها، بجد يعني غيرتي مودك. والله حلوه جدا ما شاء الله، تفاصيلها كلها حلوه جميله، والكم من هنا فتحته معقوله، يعني الحرده بتاعت الدراع مظبوطه جدا ما شاء الله، حلو قوي. معانا البيج، ومعانا لسه الاسود، ومعانا كمان الموف، كل الوانها حلوه بصراحه، مفيش لون قادر اقول عليه احلى من التاني، الوانها كلها حلوه لان الموديل حلو. ده كده معانا ب 180 برده تمام. طيب الارقام موجوده طول ما الفيديو شغال اسفل الشاشه للتواصل مع الما اللواني على طول. عندنا الشحن متاح للدول الاوروبيه والدول العربيه، وطبعا المحافظات والقاهره الكبرى. عندنا ايه كمان؟ معانا الكريب، معانا الكريب. العرض بتاعنا 6 قطع، تاخذي اي 6 قطع مشكلين في المحل بالسعر اللي بنقوله في الفيديو ما شاء الله. دي الكريب بقى الخروج، بصوا الشياكه بتاعتها ليه زهوة تانية وليه روح تانية ومختلف خالص. ده كريب سعودي، كريب ده مختلف، حفظت اهو. ايوه. بص الظهر هنا كمان في كسر عشان تدي معاكي وسع وانتي لابساه، فحلو جدا. الناس بس اللي بتحب تيجي تشرفنا في المحل يشرفونا الجمعة او السبت، لان انا عندي الاوردرات
بتبقى يعني لو خدتي بالك من الاوردرات اللي محجوزه بيبقى شغل كتير، الناس بتاعه الجمله بتيجي تاخد منك كميات كبيره فالشغل بيخلص بسرعه، والزبائن بتيجي متاخر فبتزعل. بيقولوا يوم الثلاث يوم الاربع والفيديو بيبقى نازل من الخميس بالليل، الالوان الحلوه كلها بتبقى خلصت، المقاسات معينه بتكون خلصت. هو احنا بننزل فيديو كل خميس ليه؟ احنا بنصوره الاربع وبننزله الخميس ليه؟ علشان بتبقى فيه موديلات فعلا خلصت، فبنصور لكم نعرفكم الشغل اللي موجود، فبنعرفكم الشغل اللي موجود بالمقاسات بالالوان، لو في حاجه كميتها محدوده زي ما بسام او احمد بيقولوا الكميه محدوده، ده عندنا فيه كميه كبيره للي حابب، فطول الاسبوع شغل بيخرج شغل بيدخل، فعشان كده بنصور بنعرفكم اللي موجود في المكان، وطبعا كل قطعه بنعمل عليها عرض لمتابعين القناه. فوق كل ده بقى ما ننساش ان احنا لما نيجي نقول تبع قناه شيماء الجوهري عشان تستفيدوا بالعروض والاسعار اللي معموله لنا. اتفرج على الفيديو احنا ما قلناش دي سعرها ايه؟ دي 250 250 اتفرج على الفيديو ويعمل بقى سبسكرايب بقى وشغل عالي كده، عايزين نمسك الدرع كده ان شاء الله يا رب باذن الله. انا مبسوطه جدا ان انا كنت معاكم النهارده، اتمنى الفيديو يكون عجبكم، اشوفكم على فيديو جديد ان شاء الله، وباي باي.